سائل يقول أنا رجل متزوج وأسكن في بيت بالإيجار، فهل يجوز لي أخذ قرض من المصرف الربوي مع أنه يوجد فيه فوائد؟ ما يجوز لك تأخذ قرض بالربا، حرام، هذا حرام شديد التحريم، لا للبيت ولا لغير البيت. الربا لا يجوز بحال من الأحوال، عليك أنك تلتمس غير طريق الربا، من القروض الحسنة من أصدقائك أو من إخوانك أو صاحب البيت يمهلك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب عليه أن ينظرك إلى أن يحصل لك المال الذي تدفعه له. نعم.